الحمد لله حمدا يليق بفضله وإحسانه وجوده وامتنانه، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدي أهل الدلالة على الله وإمام الدعاة إلى الله وعلى آله وأصحابه وتابعيهم وتابعين لهم على وصف الاقتداء بهديه والاهتداء بهداه. وبعد، فقد توصل بنا المجلس الماضي إلى بداية الخوض في الأساس الثاني من مكونات الداعية بعد الفراغ مما يسر الله تعالى ذكره فيما يتعلق بالأساس الأول من مكونات الداعية، وهو بناء ذاته. المكون الثاني أو الأساس الثاني من مكونات الداعية أدوات بلاغه. وينبغي هنا قبل الخوض في تفصيل أدوات البلاغ أن يكون هناك تنبه إلى الفرق والصلة بين بناء الذات وأدوات البلاغة. بناء الذات أمر يقوم في شخص الداعية. بناء الذات أمر يتعلق في الأصل الذي ينطلق منه إلى الدعوة، وما أضر ميدان عمل الدعوة اليوم شيء قط مثل ضعف بناء ذوات الدعاة وقفز البعض من الدعاة أو ممن أرادوا خدمة الدعوة. أمر بناء الذات إلى أدوات البلاغ مباشرة، بل أسوأ من ذلك انشغال كثير من الدعاة بأدوات البلاغ عن بناء الذات. وقد كان بعض مشايخنا جزاهم الله عنا خيرا ينبهنا، يقول انتبهوا، هذا في دروس السلوك، يقول انتبهوا لا تجعلوا قراءتكم لكلام القوم في تهذيب النفوس وتطهير البواطن قائما على أساس الاستماع للنقل فحسب. وهذا كثيرا ما يحصل، ربما يجده الكثير منكم من نفسه أثناء الروحة أو شيء من مجالس السلوك أو قراءة شيء من كتب السلوك، يجد نفسه كلما وقف على فائدة يقول سبحان الله هذه ستفيد في محاضرة، هذه ستفيد في نصح، هذا ينبغي أن أطالع في هذه الجزئية أكثر حتى أبلغها للآخرين، ويغيب عنه أن الأصل في هذا الخطاب متوجه إليه هو، وأن الفرق كبير بين من يستمع إلى الأمور التي تتعلق ببناء ذاته ليتشربها هو ويعيشها هو ويذوقها هو ويتصف بها هو، ومن ثم تفيض على من حواليه ممزوجة بحاله مع الله عز وجل، وبين أن يحفظها عبارات أو أن يتنبه لها إشارات فينقلها إلى الناس بلسان خلا صوت صاحبه عن ذوق ما يقول، عن التحقق بما يقول. وفي المعنى البين لمثل هذه المسألة ما ورد واشتهر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى ونفعنا به سيد التابعين في البصرة، أنه جاءه بعض الموالي يشكون إليه، جاءه بعض المماليك الرقيق يشكون إليه قلة العتق في البصرة ويطلبون منه أن يرغب الناس في العتق، فوعدهم خيرا وانصرفوا. فمر اليوم الأول وبدأ المماليك يحضرون مجالس الحسن ينتظرون أن يستمعوا شيئا، أن يستمعوا إلى شيء، فما سمعوا شيئا. اليوم الثاني، الأسبوع الأول، الأسبوع الثاني، فاستغربوا وتساءلوا. الشهر الأول، الشهر الثاني، لم يتحدث الحسن البصري رحمه الله تعالى، حتى استيأسوا وظنوا أن الحسن البصري إما أن يكون قد نسي أو صرف ذهنه أو لم يرد أن يتحدث في هذا الأمر. وبعد مرور عام كامل 12 شهرا
قام الحسن البصري وخطب خطبة في الترغيب في العتق، فما بقي أحد في البصرة يملك عبيدا إلا واعتق من عبيده إن لم يعتقهم كلهم. فجاء المماليك وهم فرحون لما حصل، يشكرون الحسن البصري ويدعون له، وفي نفس الوقت عندهم تساؤل وعتب، عندهم عتب عليه. قالوا له: يا أبا سعيد، تأخرت سنة كاملة ولم تتكلم، مر عام لم تتحدث فيه. فقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: نعم، ذكرتم لي ولم أنسى، غير أني لم أملك رقيقا لأعتقه، ولم يكن لدي مال أشتري به عبدا فأعتقه في الوقت الذي كلمتموني، فما زلت أترقب الفرصة حتى أجد مالا أشتري به عبدا لأعتقه. فإذا قمت إلى الناس وطلبت منهم أن يعتقوا كلمتهم عن شيء قد عملت به، ولهذا أجر الله ما رأيتم من القبول عند الناس. هنا ملحظ من حيث التفاعل الوجداني مع مسألة الرق. الحسن البصري عنده نصيب منه، لم يكن ينقصه شيء من ذلك، لأن الحسن البصري أبوه مولى وأمه مولاه. أبوه كان مولى لأبي بكر الصديق فيما تذكر، وأمه مولاة لأم سلمة رضي الله تعالى عن الجميع. إذن من حيث وجدان الإحساس بمسألة الرق وأن يعيش الإنسان منعدم الحرية، لم يكن غائبا عن ذهن الحسن البصري، بل كان أجدر الناس بأن يعيش هذا الأمر. لكن الحسن البصري أراد أن يتحدث عن أمر اشترك فيه الوجدان مع العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، مع العمل بالقربة. نحن نسمع الآن بعض الخطابات فيها وجدان الإحساس بالحرقة على الأمة، هذا يصرخ وهذا يتألم وهذا يصيح وإسلاماه، وهذا يذكر ما يمر بالمسلمين من المآسي، والنتيجة أن الناس تتفاعل مع وجدانه الصادق وتتأثر وتحزن وتثور وتنفعل. لكن هذا لا يترجم في واقع المسلمين إلى مسلك يسير بالأمة إلى الخروج من مأزقها. وعند التأمل نجد أن التفاعل الوجداني وهو أساس في ذات الداعية في كلامه وبلاغه لا يكون وحده كافيا لجعل بلاغ الداعية بناء في الأمة، لتحويل بلاغ الداعية إلى بناء في الأمة. لهذا يكرر التأكيد على أن الأصل في الداعية، في مكونات الداعية، بناء ذات الداعية، والتي مرت خمس مجالس في الحديث عنها: الإيمان والاستقامة الظاهرة والباطنة والعلم ووضوح التصور وحسن التبصر. هذه الخمس الأشياء التي ينبغي أن يحرص كل منا على دوام الترقي فيها من خلال ترقيه في المقاصد الثلاث. الصلة بين بناء الذات وبين أدوات البلاغ، أن أدوات البلاغ هي ثمرة تفاعل بناء الذات في الداعية. أعيد: أدوات البلاغ هي ثمرة تفاعل بناء الذات في الداعية. عندما تتفاعل أسس بناء الذات للداعية مع بعضها البعض، يتفاعل العلم مع الاستقامة، العمل بالعلم الظاهرة والباطنة، يتفاعل الترقي في مراتب اليقين، قوة الإيمان، مع وضوح التصور، حسن التبصر، يتفاعل كل من هذه العناصر التي يبنى بها ذات الداعية، تفاعلها مع بعضها البعض يهيئ الداعية لحسن الأخذ بأدوات البلاغة. وإذا رأيت داعية لم يرقى في الأخذ بأدوات البلاغ، أو فلنقول إذا رأيت من نفسي ورأيت من نفسك عدم الارتقاء في الأخذ بأدوات البلاغ، فمراجعة صادقة مع النفس في بناء الذات. أدوات البلاغ، مر الحديث في آخر المجلس الماضي عن خمس أسس فيها، وهي انتقاء الأساليب
واختيار الوسائل والبعد عن الإثارات وما يؤدي إلى السلبيات وقوة التواصل وحسن الترتيب. أما انتقاء الأساليب واختيار الوسائل وهما العنصران الأولان في أدوات البلاغ، فبين يدي الكلام عنهما ينبغي التنبيه على أمر لعله يكون في غاية الأهمية في الأخذ بأدوات البلاغ. الفرق بين دعوة الحق ودعوة الباطل. دعوة الحق الإيمان ودعوة الباطل الكفر. دعوة الحق الاستقامة على كتاب الله وسنة رسوله في المنهج، ودعوة الباطل الانحراف عنها في المنهج. الفرق بين دعوة الحق ودعوة الباطل في كل زمان ومكان أن دعوة الباطل قوامها على الظاهر فحسب، لا صلة لها في أخذ أدوات البلاغ، في أخذ أساليب البلاغ لا صلة لها بباطن الداعية، لا صلة لها بأمور تتعلق بما لا يرى، كلها قائمة على تخطيط وترتيب وتنسيق ومجسات وأولويات وتدرجات، كلها تقوم على هذا الشيء. والأساليب المتعلقة بالظاهر من الأولويات والتدرج والتخطيط والتنوع هي مطلوبة، وبعضها فرض بين عين وبين كفاية، وبعضها مستحب، لكنها وحدها لا تكون أدوات للبلاغ لدعوة الحق، لأن دعوة الحق مبدأها من الغيب. أول صفات المؤمنين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، فجعل الإيمان بالغيب وهو باطن أول صفة من صفات الإيمان الذي جاءت الدعوة للارتقاء فيه. ما هي مهمتنا في الدعوة؟ ربط الناس بالله عز وجل، ارتقاء الناس في الإيمان. فأول مقومات الإيمان الإيمان بالغيب، أول معاني التقوى أرسخ وأعمق. وأول ما ذكر الله تعالى من صفات المتقين في سورة البقرة يؤمنون بالغيب، ثم ذكر الأعمال الظاهرة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ثم أعادنا إلى الإيمان إلى الباطن، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فجعل الأول والآخر في مقومات التقوى الباطن. لهذا أول ما يتحدث عنه في أساليب البلاغ الأساليب الباطنة، ثم الأساليب الظاهرة. أول ما يتحدث عنه من أدوات البلاغ التي ينبغي أن نتزود بها في خدمة الدعوة الأساليب الباطنة. ومن الأساليب الباطنة النية. من يدعو بالنية؟ من اليوم يشعر أن انطواء باطنه على نيته هداية الخلق هو من أساليب هداية الخلق اليوم؟ أن مشيك في الأرض وفي قلبك نية هداية من في الأرض له أثر في هداية من في الأرض. قبل الحديث عن كلامك وبذلك وترتيبك وكل شيء، النية التي يطلع الحق على قلبك فيراها فيك، هذا أول ما ينبغي التنبيه عليه في أساليب الدعوة، في الأساليب المتعلقة بأدوات البلاغ. فرق كبير بين من يلقى إنسانا في الطريق فيفكر أن يدعوه إلى الله عز وجل فيتكلم معه بنصيحة في ترك منكر أو في أمر بمعروف أو في ترغيب في شيء من الخير، وبين من عقد النية قبل خروجه من منزله، قبل أن تتحرك قدمه وتغادر المنزل هو نوى الدعوة إلى الله عز وجل، قبل أن يتكلم هو نوى الهداية للذي يتكلم معه. ما الفرق بين هذا وذاك؟ الأول
خرج وجند السماء معه. الأول خرج وسحب الهداية الإلهية الربانية تسير بسيره لتمطر حيث توجه فتقبل قلوب الخلائق. أصحاب النيات هم الذين فتح الله تعالى بهم القلوب والبلدان في شرق الأرض وغربها، في جنوب شرق آسيا، في شرق أفريقيا، وعندنا ضيوف بارك الله فيهم جاءوا من شرق أفريقيا ولهم باع في خدمة الدعوة، في غرب أفريقيا. الأمر هذا بني وقام على أساس النيات، على أساس باطنة في القلوب. فإذا أسلوب يعد من الثوابت. نريد أن نتكلم عن الأساليب بتقسيمين، أساليب باطنة وأساليب ظاهرة. التقسيم الثاني ثوابت ومتغيرات في أساليب الدعوة. أساليب باطنة وهي من الثوابت النية. من الممكن لواحد منكم من يحرصون على التدوين أن يرسموها كالمربع، المربع الذي يكون له صفاني بالعرض وصفاني بالطول. في الركن الأعلى الأيمن من المربع سيكتب في الأعلى باطن، سيكتب في الأدنى ظاهر، سيكتب باطن، سيكتب في الأدنى ظاهر، سيكتب في الجهة اليمنى ثوابت، في الجهة اليسرى متغيرات. الركن الأيمن سيكون فيه الثوابت الباطن، الأساليب المتعلقة بالباطن وهي من الثوابت ستكون في الركن الأيمن ولها الأولوية. سيكون في الركن الأيمن الأسفل ثوابت وهي متعلقة بالظاهر، سيكون في الركن الأيسر الأعلى متغيرات لها تعلق بالباطن، سيكون في الركن الأسفل الأيسر متغيرات لها صلة بالظاهر. وهذا يعد ترتيبا لأولويات أدوات البلاغة مع الحاجة إلى الجميع، لكن عند صعوبة الجمع بين اثنين هنا تأتي الأولوية. الثوابت الباطنة في الأولويات، الثوابت الباطنة، الثوابت الظاهرة، المتغيرات الباطنة، المتغيرات الظاهرة. سيتضح هذا الكلام أثناء الشرح بمشيئة الله تعالى في هذا المجلس والذي يلي. الثوابت الباطنة أولها النية، ألا يخلو قلب من أراد خدمة الدعوة عن نية الدعوة في سائر أحواله، في يقظته وفي نومه، في سروره وفي حزنه، في استقامته وفي معصيته. لا 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 يعزب عن قلبه إرادة الدعوة إلى الله. في المعصية مجال للدعوة، المعصية في الأصل غير مطلوبة وغير مرغوبة وغير مقبولة، لكن بحكم انتفاء العصمة قد يقع الداعية في المعصية، لا يجعل المعصية تحجب عنه نية الدعوة إلى الله تعالى، يقول أنا عصيت خلاص ما أصلح للدعوة. في كل الأحوال أنت محل الدعوة. لحظة الانكسار بعد المعصية والتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله يصب فيها في قلبك، إذا استحضرت نية الدعوة يصب فيها في قلبك توافق بين باطنك وبين بواطن العصاة في الأرض، من حيث زوج ما يمكن أن يحرك قلوبهم إلى الله تعالى. على أن الذي يحفظ من المعاصي أرقى، ولا شك إن حفظ من المعاصي الباطنة التي قد تشوب الاستقامة الظاهرة من كبر أو ترفع أو منة على الله والعياذ بالله. صار الأداة الأولى الباطنة الثابتة هي النية. سجنوك، هل هناك مجال للدعوة وأنت في السجن؟ أي مع من؟ ها؟ قال مع السجناء. سجنوك سجن انفرادي، مع من؟ مع السجان. منع السجان من الحديث معك أو مقابلتك، من يريد يتكلم؟ قال هذا الدعاء بالهداية والصلاح للسجان وللمسجونين وللظالم وللمظلومين، هذه دعوة إلى الله تعالى. هذا عنده شيء؟
الذي يحضر الأكل قال استرق الفرصة وبسمة في وجهه وتلطب به وكلمتين بما يتيسر. محاولة تفقد ظاهر النفس وباطنها، تهيئا لخدمة الدعوة، هذا معنى ثاني. الله يبارك فيك. قال بالنية، الأم هي النية، تنوي أن يكون بقاءك في السجن سببا في هداية من ظلمك وسجنك ومن سجن معك. تعرف تنوي هذه النية، وإلى الغضب من الظالم والسجان يحول بينك وبينها. تعرف تنوي هذه النية. أصلا لا يصلح لحقيقة الدعوة، لحقيقة الدعوة، إلا من سعى نحو تطهير قلبه من الحمل على أحد من البشر. لا، إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى، الإمام الكبير من رجال الرسالة، كان عمل ناطورا، أي حارسا على مزرعة، على بستان، فجاء بعد الجند بعض الجند الضباط الظلمة ونهره وقال قم واقطف لي بعض الفواكه. قال لم يأذن لي صاحب البستان أن أقطف لأحد منه، ومهمتي هنا حراسته. لا تكثر الكلام، قم واقطف وإلا ضربتك. قال أما ضرب فأحتمله، وأما خيانة الأمانة فلا أحتملها. فأخذ الغضب بعقل الجندي هذا ورفع يده ولطم الحسن البصري، من الجند المسلمين، هو أذلة على المؤمنين، لطم الحسن البصري. إبراهيم بن أدهم، عفوا، حسنت، لطم إبراهيم بن أدهم، فطاطأ إبراهيم بن أدهم وسكت، فلطمه اللطمة الثانية، فقال اضرب رأسا طالما عصى الله تعالى. إيش عصيت الله كثير، وهذا تطهير لي الآن، اضرب رأسا طالما عصى الله تعالى. فلم يتنبه إلى الكلام وأخذ يضرب في إبراهيم بن أدهم، فمر بعض الناس الذين يعرفون إبراهيم بن أدهم والجندي يضربه، فصاح في الجندي يا هذا جننت، أتضرب العبد الصالح إبراهيم بن أدهم؟ وكان قد سمع عن إبراهيم بن أدهم واشتهر ذكره بين الناس بالصدق والإخلاص والولاية والعلم والخدمة للدين. فأخذ الجندي يلطم على وجهه وعلى رأسه يقول واسوأتا أضربت إبراهيم بن أدهم، وأقبل على إبراهيم بن أدهم يعتذر سامحني سيدي ما عرفتك، أعفو عني، لا تحمل علي، سامحني. فقال سامحك؟ والله إنك ما رفعت يدك من اللطمة الأولى لتلطمني اللطمة الثانية إلا وقد سامحتك على اللطمة الأولى، وما رفعت يدك لتلطمني اللطمة الثالثة من اللطمة الثانية لتلطمني اللطمة الثالثة إلا وقد سامحتك على اللطمة الثانية، ما رفعت يدك من اللطمة الثانية لتلطمني اللطمة الثالثة إلا الرابعة من الثالثة لتلطمني الرابعة إلا وقد سامحتك على الثالثة. تعرف تعمل هكذا؟ وإلا من ضيق عليك في الطريق اللهم عليك به، اللهم أرنا قدرتك فيه، مسلم هي. أنت عند تتهيأ لحمل مهمة تضلع بها سيدنا محمد واطلع بها، أنت تتهيأ في خدمة الدعوة للنيابة عن الذي سال دمه وقتل أحب الناس إليه من قريب وصاحب، فرفع يديه وقال اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. وهذا ينقلنا إلى الأسلوب الثاني من الأساليب الباطنة في الدعوة، وهي أساس من الثوابت أيضا، باطن ثابت، الرحمة بالخلق بالمدعوين. فإن القلب الذي لا يمتلئ رحمة بالمدعوين لا يتهيأ لإيصال الهداية إليهم. قال الله لسيد الدعاة وقدوتهم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وما أرسلناك إلا رحمة للمسلمين. الآية فيها للمسلمين، لمن؟ للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أنت يا من تريد أن تخدم الدعوة تنوب في خدمتك للدعوة عمن وصفه الله بأنه الرحمة للعالمين وليس فقط للمسلمين، فكيف يضيق صدرك عن الرحمة بالمسلمين فضلا عن غيرهم؟ عصى مهمتك إنقاذه،
ما مهمة الداعية مع العاصي؟ ها؟ إنقاذ العاصي. وهل يتأتى أن تنقذ من لا ترحم؟ وهل يتأتى أن تكون منقذا في الأصل إن لم تكن راحمة؟ ما مهمة الداعية مع من يعاديه؟ حتى من يعاديك في دعوتك؟ سفهمت؟ هناك من يعاديك في شخصك، وهناك من يعاديك في دعوتك، وكثيرا ما نخلط. أحيانا بعض الناس يظن شخصه هو الدعوة، خلاص ما دام هو داعي إلى الله خلاص الذي عادى عاد الدعوة. هؤلاء أعداء الله يبغضون الدين، ما منعوني ما آذوني ما تكلموا علي إلا لحقدهم على الإسلام. تعال تعال تعال، أنت لست الإسلام، أنت مسلم، أنت لست الدعوة، أنت خادم للدعوة، داعي لست الدعوة. إن كنت داعية فأنت خادم للدعوة، لست أنت الدعوة، وليس من يعاديك قد عاد الله. يقول نعم الأولياء من عاداهم فقد عاد الله، أنت خلاص أعتقد أنك ولي. انتبه، الأولياء هم أكثر الناس اعتقادا في أنفسهم بأنهم بعيدون عن الولاية لولا فضل الله تعالى عليهم. فهمت؟ هذا مصيبة كبيرة، الذي يخلط بين الدعوة ونفسه. عند البذل نعم نفسك الدعوة، لكن عند الاستحقاق لا، نفسك غير الدعوة. تريد أن تكون أنت الدعوة، انظر إلى كونك الدعوة في البذل في التضحية. ما دامت مسألة دعوة، روحي نفسي مالي أهلي ولدي للدعوة للدعوة. طيب عند العائدة، عند الاستحقاق لا، أنا خادم لست أنا الدعوة. هكذا شان الوارث في الدعوة إلى الله عز وجل، ها؟ هكذا شان الوارث في الدعوة إلى الله عز وجل. وإذا عشت هذا المعنى امتلأ قلبك رحمة حتى بمن يتعدى على الدعوة وليس عليك فحسب. جاء شخص أو جهة أو مجموعة وحاربوا الدعوة نفسها، لا لا أوقفوا هؤلاء الذين يدعون إلى الله، لا لا هذولا أماكن التعليم الديني أوقفوها، هذا ما نظرتك إليه؟ لا شك أنه ارتكب جرما عظيما إذا وقف أمام الدعوة، لا شك أنه ارتكب جرما عظيما إذا وقف أمام الدعوة. يا مرحبا بالنصر. لكن ما مهمتك تجاه من يرتكب الجرم العظيم أمام الدعوة؟ ها؟ ما مهمتك تجاهه؟ ها؟ قال هذا حارب الله ورسوله، هذا عدو للإسلام، هذا مخطط، هذا متآمر، هذا خان الإسلام، تآمر مع الكفار. طيب طيب، لو صح كل كلامك ما هي مهمتك تجاهه؟ مهمتك تجاهه إنقاذه إن كنت داعية. قاضي نعم قم ودخلوه السجن وحاكمه، وإلا إن كان ارتكب فساد في الأرض حكم عليه بالقتل، إذا أنت قاضي خلاص قم. لكن داعي إلى الله لا، الأمر مختلف. داعي إلى الله مهمتك الشفقة عليه، الرحمة به، دعوته إلى الله. هذا لا يتعارض مع بذل الجهد في كف أذى من يؤذي الدعوة، من يتعرض للدعوة، لا هذا لا يتعارض، لا يتعارض حتى من الوقوف أمامه. مع الوقوف أمامه، قف أمامه عند الحاجة للوقوف أمامه بضوابطها الشرعية. لكن حتى وأنت واقف أمام قلبك لا ينبغي أن يخلو عن الرحمة به وإرادة إنقاذه. إذا كنا نتكلم في المجالس الماضية عن وجود هذا المعنى في قلب الداعية تجاه الكافر الحربي الذي تعبدنا بحمل السلاح عليه وجهاده وقتاله، لا ينبغي أن تخلو قلوبنا عن إرادة الخير له إسلامه، عن إنقاذه، عن الرحمة به. فكيف بالمسلم الذي عصى أو ضل أو أساء؟ إن الذين لا تتسع قلوبهم للرحمة بمن آذاهم في دعوتهم وتصور إمكان هدايتهم لم يتحققوا بباطن الدعوة قط، عندهم صورة ليست عندهم حقيقة الدعوة، ما اتخذوا الأساليب الباطنة في الدعوة. ها؟ بعض المشتغلين بخدمة الدعوة والناشطين في العمل الإسلامي ذكر له بعض الزعماء أو المسؤولين الذين نكلوا بالدعاء أو ببعض الدعاء أو ببعض العاملين في حقل الخدمة للإسلام، وقال له أنه فلان بدأ قلبه يرق، يعني ادعوا له أن يهديه الله، قال إن شاء الله في صقر، الله لا يهدي، أعوذ بالله مالك؟ قال أنت ما حسيت ماذا فعل بنا في سنة كذا وفي سنة كذا، كم قتل من العلماء وكم فعل وكم فعل، هذا لا هداية له، تعال 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 تعال. وأنت الآن نائب عن من في الدعوة؟ عن نفسك. أما عن سيدنا محمد لا، لا يقين، لا لا لا. سيدنا محمد قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، سيدنا محمد قال بل يوم المرحمة لما قيل له يوم الملحمة،
أنت تقول أنك داعي إلى الله؟ ليس إلى نفسك، ليس إلى ترتيبك، ليس إلى تنظيمك، ليس إلى طائفتك، ليس إلى مذهبك، ليس إلى طريقتك، ليس إلى شيء من ذلك من مجموعتك. أنت إلى الله، إلى الله قدوتك سيدنا محمد. إن ضاق صدرك عن الرحمة بأعداء أعدائك في الدعوة وإرادة الهداية لهم فلست بصاحب حقيقة دعوة، أنت صاحب صورة الدعوة. حقيقة الدعوة أن يمتلئ قلبك رحمة بالموالي والمعادي. هذا لا يطوي أو هذا لا يمنع مسألة مقاومة من يحارب الدعوة، هذا لا يمنع التصدي لمن يحارب الدعوة بوجهه الشرعي، بل هذا يجعل التصدي لمن يحارب الدعوة بوجهه الشرعي قوة لا يستطيع الذي يحارب الدعوة أن يصمد أمامها. متى يستطيع محارب الدعوة أن يضر بمسيرة الدعوة، بمسيرة الدعاء بمعنى أدق؟ متى يستطيعون؟ عندما يكون جهد الدعاة صورة لا تتضمن الحقيقة، جسدا لا يتضمن الروح. لكن عندما تكون مسيرة الدعوة، عندما يكون الدعاة دعاة ظاهر مشتمل على باطن مرتبط بحقيقة الدعوة وروحها، مهما تفانى أعداء الدعوة في منعها وإيقافها فإن جهدهم ينتهي في نهاية المطاف إلى تأييد الدعيد للدعوة شاء أم أبوا. عرفنا في بلادنا هنا في اليمن في حضرموت أياما عرفها مشايخنا، ما كان فيها طالب العلم يستطيع أن يجاهر بحمل كتاب العلم فيمشي في السوق. عرفنا أياما كان العلماء فيها يضطرون إلى الاستخفاء بدروس العلم. عرفنا أياما سحل فيها علماؤنا وذبحوا وسجنوا وغجبوا. عرفنا فيها أياما أوقفت فيها مجالس العلم وعطلت أربطة التعليم وأغلقت، وتفنن أعداء الدعوة فيها بما أوتوا من قوة وبما جندوا من جند وبمن كان من ورائهم من خارج البلاد، بذلوا كل ما في وسعهم لكي ينشأ جيل منفصل الصلة عن خدمة هذا الدين والعلم والسير والدعوة. ووقف واقف في هذا البلد الكريم المبارك تريم وقال بعد 30 عاما لن تروا مسجدا هنا. وأكرر كلمة شيخنا الحبيب عمر حفظه الله، قال والحمد لله ولم تنضي 30 العام إلا وقد انحل رأس دعوتهم هناك، انهار الاتحاد السوفيتي. كانوا يقولون لن تمضي 30 سنة وهنا مسجد يذكر فيه الله، فلم تمضي 30 سنة والاتحاد السوفيتي موجود، انتهى. إذا نظرت إلى مقاييس الظاهر لا مجال للمقارنة في القوة الظاهرة عسكريا وسياسيا وتخطيطا و لكن القلوب التي كانت تسير على هذه الأرض والتي حشيت بأنوار الرحمة المحمدية تجاه المخالف مع الموافق هي المستمطرة لمعنى النصرة الربانية في هذا الأمر. وليس هذا الأمر في هذا البلد وحده، بل لا يكاد بلد من بلاد الإسلام أو حاضرة العلم والدعوة من مصر أو شام أو عراق أو شرق أو غرب إلا ومر في جزء من تاريخه بمحن اجتمعت قوى الشر وجمعت ما عندها من قض وقضيض لإيقاف مسيرة الدين. لكن الله عز وجل أبى إلا أن يتم نوره وجعل مظاهر إتمام نوره في الوجود القلوب التي تعرف معنى الرحمة. نابليون حول الأزهر إلى اسطبل وأوقف التعليم فيه، وما حال الأزهر اليوم؟ طلاب جامعات الأزهر يفوقون 400,000 طالب. لن نستطرد كثيرا في الأمثلة، فكل أبناء قطر لو تأملوا تاريخ قطرهم لرأوا عجبا، لكن الأصل وجود القلوب التي تفقه كيف تتعامل في بواطنها بمعنى الدعوة. والرحمة وهي الأسلوب الباطن الثابت الثاني يترتب عليها محبة الخير للخلق، أن يعيش الداعية وفي باطنه حب الخير للناس
للطائع والعاصي، للمسلم والكافر، مع تفاوت مراتب محبة الخير بتفاوت أحوال الخلق. فالمؤمن أحب إلينا من الكافر، والطائع أحب إلينا من العاصي، غير أن الكافر لا تخلو قلوبنا عن محبة إنقاذه. محبة الخير له بمعنى محبة إنقاذه من كفره. فهذا الأسلوب الثالث الباطن الرابع، وهو أسلوب ذكره أحد إخواننا قبل قليل في مثال السجن، وهو الدعاء. الدعاء وجهة باطنة في القلب يعبر عنها الظاهر وهو اللسان، فهي في الظاهر والباطن، وهي من الثوابت. الإلحاح على الله بسلاح الدعاء، وكم أقبلت قلوب على الله على أيدي من يصدقون في الوجهة إلى الله من أجلهم. كان ملا رمضان البوطي رحمه الله تعالى، والد شيخنا الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي حفظه الله، كان إماما في مسجد العلي، ذكرت ذلك في مجلس من المجالس الأول، كان إماما في مسجد من المساجد، وكان في الحي الذي هو فيه رجل مؤذن يتعرض للصالح والطالح ولا يسلم الناس من شره، وحذر الشيخ في أول سكناه في الحي وقيامه في المسجد من شر هذا الرجل حتى لا يتعرض له، حتى لا يؤذيه. فلم يعبأ الشيخ بهذا الأمر، سوى أنه اجتهد مدة 3 أشهر في كل سجدة يدعو فيها لهذا الرجل، هذا المؤذي، هذا المسيء، هذا الذي يؤذي الصالحين، هذا الذي يتعرض الناس بالأذى، اجتهد عليه. فشهدت دياجل الليل ودياجر الليل توجهات وبكاء من ملا رمضان رحمه الله تعالى، وإلحاحا على الله تعالى طلبا لهداية هذا الرجل. فما انتهت 3 أشهر إلا وقد وجد الرجل نفسه يدخل إلى المسجد ليصلي فيه، ولم يكلم الرجل، لم ينصح الرجل، لم يجتهد على الرجل في الظاهر، لأن مقتضى الحكمة، وهذا سيأتي في الأساليب أيضا، مقتضى الحكمة ألا يتعرض له بالكلام الآن، وليس في حالة تتقبل الكلام. فاجتهد عليه بالدعاء 3 أشهر من الدعاء والإلحاح على الله تعالى، وإذا بالرجل يدخل بقدميه إلى المسجد ويتأثر بالشيخ ويبكي، وصار من المدافعين عن الشيخ. ما كان أحد يجرؤ يتعرض للشيخ خوفا من هذا الذي كان بالأمس يخاف على الشيخ منه. الدعاء 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 هو من الثوابت الباطنة والظاهرة. أيضا من الثوابت الباطنة في أساليب الدعوة إلى الله عز وجل حب الإحسان، حب الإحسان إلى الخلق، حب الإحسان إلى المدعوين، إلى الخلق أجمع، بمعاني الإحسان المختلفة، ظاهرها وباطنها، حسيها ومعنويها، انطلاق قلب الداعية من معنى الإحسان إلى الخلق بالكلمة، بالبسمة، بالهدية، بالبدء، بالسلام، بالتفقد، بالدعاء، بالملاطفة، بالتعزية، بالتهنئة. دائما تفكر في كيفية الإحسان إلى من حواليك، فكرك، بالك، باطنك مشغول كيف تحسن إلى الآخرين، كيف توصل الخير إلى الآخرين. حب الخير للآخرين شيء، الإحسان إلى الآخرين هو معنى أهم أشمل. حب الإحسان إلى الآخرين، حب الخير للآخرين، تحب أن يصيبهم الخير من طريقك أو من طريق غيرك. حب الإحسان معنى يتعلق بك، إذن فحب الخير أشمل. الإحسان معنى يتعلق بك أنت، أن تعيش وأنت تبذل لمن حواليك ولا تنتظر أن يبذل لك من حواليك. ها؟ ما يتأتى أن تكون داعي إلى الله حقيقي وفي باطنك انتظار إحسان من الخلق، لا حسي ولا معنوي، انتظار من الخالق سبحانه وتعالى. ما تنتظر من أحد مال، ولا تنتظر من أحد كلمة شكرا، هذا معنوي، ما تنتظر. تحسن ولا تنتظر مقابل الإحسان. ها، واحد يحسن إلى إنسان يعرف أنه بحاجة إلى الإحسان، إحسان حسي أو معنى، بعد أن يحسن إليه يقف ينتظر منه متى بيقول له شكرا جزاك الله خير. كانت السيدة عائشة رضي الله عنها إذا أرسلت صلة أو صدقة إلى أحد تقول للذي ترسل معه الصدقة قف وانتظر واسمع ماذا سيقول، فيرجع فيقول قال اللهم اجزي أم المؤمنين خيرا، فتقول هي اللهم اجزيه خيرا، يا أم المؤمنين قال اللهم بارك في أم المؤمنين، فتقول اللهم بارك فيه،
يا أم المؤمنين قال الله قال اللهم خذ بيدها وعافيها، فتقول اللهم خذ بيده بيده وعافه. استغرب من يوصل لإحساناتها إلى الناس، لماذا تفعلين هكذا يا أم المؤمنين؟ قال حتى لا يكون هذا مقابل للإحسان الذي فعلته. في قوله جزاها الله خيرا، اللهم بارك فيها، اللهم أطل في عمرها، هذا دعاء لي أخشى أن أتي يوم القيامة وقد كوفئت بهذا الدعاء، خلاص ما عاد لي شيء عند الله. بالفرق بين من ينتظر الكلمة ليتمتع بها، هو قال لي جزاك الله خير، قال لي شكرا ومدحني، قال أنت ما شاء الله محسن كبير. عاد بعضهم يحب يكتبون هذه بتبرع من المحسن الكبير فلان فلان. كان بعض مشايخنا يقول يا أبنائي إذا تصدقتم فلا تقولوا لمن تتصدقون عليه، لا تقول له ادعوا لنا، حتى كلمة ادعوا لنا لا تطلبوها، حتى لا تحسب أنكم طلبتم مقابل لإحسانكم. اجعلوا إحسانكم هو الذي يدعو لكم، انظر اجعلوا إحسانكم هو الذي يدعو لكم. واشهدوا فضل الله تعالى عليكم أن وفقكم للإحسان وخذل غيركم عن الإحسان، فلا تشهدوا لأنفسكم منا تنتظرون بها مقابلا، فإن من علامات المنة الباطنة في النفس، وهي مذمومة وهي مرض، من علامات المنة الباطنة في النفس انتظار المقابل بعد الإحسان، لأنك ترى أن لك شيء فتنتظر المقابل. اسمع، شوف الدقيقة التي ذكرها الإمام الغزالي حجة الإسلام في الإحياء رحمه الله، قال إذا أنت أحسنت إلى شخص وشخص آخر لم تحسن إليه وكلاهما أساء إليك، فمن أيهما يكون تأثرك؟ فلان من الناس أنت أحسنت إليه، وفلان آخر لم تحسن إليه، والذي أحسنت إليه والذي لم تحسن إليه اشترك في أذيتك، أذاياك، ممن تغضب أكثر؟ نعم، الذي أحسنت إليه قال سبحان الله الزمان هذا المتغير، اتقي شر من أحسنت إليه، خيرا تفعل شرا تلقى، سبحان ويه، هذا حديث الناس ما فيهم معروف، نحن نحسن إليهم وهم يؤذوننا، سبحان الله. قال الغزالي إذا كان تأثرك من الذي أحسنت إليه أكثر من تأثرك من الذي لم تحسن إليه فهي علامة على وجود المنة في قلبك، العجب. قال لأنك لو لم تشهد أن لك فضلا عليه ما تأثرت منه، ولو كنت تشهد الفضل لله أن وفقك للإحسان إليه لما كان تأثرك أكبر. انظر إلى الدقيقة هذه من الدقائق وأمثالها. الذي يعيش وهو يعشق الإحسان إلى الناس هو داعي إلى الله. إحسان مالي، إحسان بالكلام، إحسان بالدعاء، إحسان بالنصيحة، لأن الدعوة هي أصلا ما هي؟ إحسان، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، فالدعوة في أصلها إحسان. فأصحاب الدعوة يعيشون في بواطنهم، في تعاملهم مع الناس، في أسلوب تعاملهم مع الناس يعيشون معنى حب الإحسان إلى الناس، فدائما فرحه كيف يوصل الخير إلى الآخرين. سمع عن مريض سارع إلى زيارته، سمع عن محتاج وهو يستطيع ساعد إلى مساعدته، سمع عن متورط سارع في التفريج عنه، ويرى في ذلك متعة، هو في داخله يلتذ بذلك، يستشعر لذة هذا الفعل. كان شيخنا وشيخ الجميع الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف حفظه الله، شيخ المتأخرين من مشايخنا هنا في حضرموت في الحجاز، أذكر أنه ذات يوم كنا عنده وحفظه الله وقد اشتد به المرض، ما عاد يخرج من البيت، فجاء إليه بعض الناس من الوافدين على المملكة العربية السعودية، ليس من أهلها إنما هو وافد عليها، ما عنده الإقامة وكأنه انتهت مدته. يقول له حبيبنا ما معي إقامة وأخاف الأيام هذه تفتيشات، لو أمسكوني بيسجنونا ويخرجونا وأنا تعبان أو أهلي. خرج الرجل، لما خرج الرجل بكى الحبيب عبد القادر، بكى شفقة على الـ على الـ على, الـ على هذا الذي أمامه، هذه شفقة. ها، أمر ثاني صار يتلفت يقول أولاده من عندنا نكلمه للرجل هذا؟ حب الخير للناس، ها، إرادة فعل الخير، نية الخير، النية. ثالثة، في اليوم الثاني يقول لنا أولادنا ما نام في تلك الليلة، كل ما تقلب على فراشه يستيقظ يفتح عينيه يقول ماذا فعل الرجل، لا يمسكونه يسجنونه مسكين. هذا في سجن الدنيا الذي شأن بسيط ما هو كبير، لكن حب الإحسان والشفقة هذه الرحمة، فكيف بالأمور المتعلقة بالصلة بالله عز وجل. فإذا أساس عندك في الأساليب الثابتة الباطنة حب الإحسان، يترتب على هذا أمر آخر هو باطن أيضا من الثوابت، حمل هم الناس تقربا إلى الله،
حب الإحسان إلى الناس يترتب عليه وجود شيء في النفس اسمه الهم، أي أنك تعيش هم غيرك. العاصي تنظر إليه وأنت تعيش همه، هذا لو أخذه الله بمعصيته لعذبه، ما يطيق هذا العذاب. هو فرع عن الرحمة والإحسان وحب الخير. إذا اجتمعت الرحمة والإحسان وحب الخير وأسست على أساس نية الدعوة، لابد أن تثمر في قلبك هذا المعنى، أن كلما نظرت للمسيء إلى العاصي إلى المشتري على الله سبحانه وتعالى، نظرت إليه نظر المشفق عليه، نظر الحامل لهمه، تحمل همه في قلبك. فإن الذي لا يحمل هم الناس في دعوتهم إلى الله تعالى لا يعيش وجدان الدعوة في أساليبه بعد ذلك. هذا كان بعض مشايخنا يقول: الفرق بين الداعية الحقيقي الصادق وبين من يحمل صورة الدعوة فحسب، أن الداعية الحقيقي الصادق يبكي بكاء الثكلى التي ذبح وحيدها على حجرها، بينما الذي دعوته صورة قد يبكي على الناس، بمعنى قد يظهر هما للدين، لكن بكاؤه كان كبكاء النائحة المستأجرة. كان من بعض البدع المنتشرة في بعض البلدان أن الجنازة إذا خرجت يستأجر لها بعض النساء لينحن ليبكين أمام الجنازة، هذه من البدع السيئة. فالفرق بين الداعي الصادق وبين صورة الدعوة، من يحمل صورة الدعوة، أن من يحمل صورة الدعوة بكاؤه على الدين وعلى أحوال الناس، بكاء المستأجرة النايحة المستأجرة يدفع لها فلوس لتبكي، ما عندها بكاء، ده صوت بس قلبها ما يئن ما يحن، لكن اسمع أنت التي ذبح وحيدها على حجرها، امرأة ليس لها إلا ولد وحيد وجيء به وذبح وهو على حجرها، رأته يذبح، كيف تئن هذه المرأة؟ أنتها تحرك الجبال، ليست لا تحرك البشر فحسب. والداعي إلى الله أنته على الدين، أنته على العصاة، أنته على من يتفلت إلى النار، أن الثكلة التي ذبح وحيدها في حجرها. عندما يرى من مات على الكفر وقد بلغته الدعوة يحترق قلبه عليه، يشعر أن أمامه من سيذهب به إلى النار، سيخلد في النار، فيحترق في قلبه على ذلك. هذا معنى في القلوب ينبغي أن نعيشه في قلوبنا. حمل الهم، حمل الهم مصباح يضيء للداعية معرفة الأساليب الأنسب مع الناس. الذي لا يحمل في قلبه حب الخير للناس، الإحسان إلى الناس، الرحمة بالناس، نية الدعوة قبل ذلك كله، ثم الهم بالناس، حمل هم الناس رغبة في هدايتهم، الذي لا يحمل هذه المعاني في قلبه من الصعب أن يفهم الأسلوب الظاهر الذي سيتعامل به مع المدعو. كيف تميز المدعو؟ هذا يصلح معه الترغيب، لكن هذا يصلح معه الترهيب أكثر، هذا يصلح معه التبسم، هذا يصلح معه نوعا ما شيء من الهجر، هذا يصلح معه التكرار، هذا يصلح معه أن تتركه قليلا ثم تعود إليه حتى لا يمل، هذا يصلح معه المتابعة، وهذا يصلح معه. كيف تميز؟ كيف تفرق بين ما يصلح لهذا وما يصلح لهذا؟ في هذه اللحظة ينبغي أن تتعامل مع فلان بشيء من الشدة المحسوبة، لكن بقية اللحظات تحتاج إلى الرحمة والحنانة واللين. كيف تميز بين هذا وهذا؟ كيف تميز مع بين اللحظة التي تقوم بها على الأصل وهو التبسم، واللحظة التي تحتاج فيها أن تطوي بشرك قليلا لتشعره بشيء؟ متى تكون هذه مفيدة ومتى تكون هذه مفيدة؟ كيف تفرق بينها؟ لا يوجد لهذا يا إخواني مقاييس ثابتة. لا يستطيع أحد أن يأتيكم بشيء يقول اسمعوا اكتبوا بالقلم 1 2 3 4، 1 في الحالة الفلانية تبسم، 2 في الحالة الفلانية غضب، 3 في الحالة الفلانية أهجر، 4 في الحالة الفلانية واصل، 5 صعب. هذا الذي يقول لك هذا الكلام فهو غير دقيق نسبي، لا يتأتى أن يكون هناك كلام مطلق في هذه المسألة. طيب كيف أميز؟ تميز بوجود هذه المعاني في قلبك. إذا أخذت الأساليب الباطنة هذه في الدعوة، فإن بصيرة في قلبك تقوم على أساس هذه المعاني الباطنة، وتقوم على الأساس الأول في مكونات الداعية هو بناء الذات، حسن التبصر، وضوح التصور، تقوم على أساس تلهم به في الزمان والمكان والحال ما يتناسب مع الزمان والمكان والحال. أحيانا نرى من بعض مشايخنا حفظهم الله تعالى ورحم الله من تقدم منه، نرى من أحدهم تصرفا يخطر في البال أن الأولى خلاف، نرى يتعامل مع أحد المدعوين بأسلوب معين في ظرف معين، يخطر في القلب، ما أقول اعتراض لكن أقول يعني استفهام استشكال،
لماذا الشيخ أو حبيبنا عمل كذا وكذا مع فلان، كان لعل الأولى أن يفعل كذا، ثم يتضح لنا بعد ذلك الأثر الإيجابي الكبير في هذه المعاملة التي استشكلناها. طيب كيف ميز هو أن الحالة هذه تحتاج الأسلوب الفلاني في الكلام، تلك الأساليب الباطنة التي هو أصلا يتعامل بها مع الذي أمامه، تثمر إلهاما من الله عز وجل في اختيار الأنسب في الحال والمكان والزمان. فإذن خلاصة هذا الدرس في هذه الليلة في انتقاء الأساليب في أدوات البلاغ، أنا لدينا أساليب باطنة ثابتة في أدوات البلاغ، ينبغي أن يحرص كل منا أن يأخذ نصيبه منها: النية، الرحمة، محبة الخير، دعاء، الحب، الإحسان إلى الآخرين، حمل الهم للآخرين. ستة أشياء تفكروا فيها من الآن إلى المجلس القادم بمشيئة الله، لينظر كل منا نصيبه من هذه الستة الأشياء أين وصل. طيب يقول كيف تحصل عليها؟ بارك الله فيك، كيف تتحصل عليها؟ عكف على سيرة إمامها صلى الله عليه وآله وسلم. جميع أدوات البلاغ شباب إخواني أخواتي، جميع أدوات البلاغ مستقاة من سيرته صلى الله عليه وسلم في بلاغه. قوة تعلقك بالسيرة الشريفة والنظر والتدقيق فيها ليس مجرد سماع قصة أو قراءة قصة، النظر فيها وتكرار النظر فيها والتوقف مع مواقفها وتعاملاته مع الخلق فيها تفتح لك أبوابا من التبصر في هذه المعاني. صار عندنا ستة أساليب ثابتة باطنة في منطلق أدوات البلاغ التي ينبغي أن نتزود بها في البلاغ عن الله تعالى. الذي لا يدمن الدعاء للناس للمدعوين هذا يفتقد أسلوب من الأساليب، ما عنده أسلوب، يفتقد أداء من أدوات البلاغ. كان مر علينا في الروحة بالأمس أن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يدعو في سجوده لـ90 من أصحابه بأسمائهم، هو ساجد يدعو لهم في سجوده. هذه همة، هذا صاحب هم، هذا يحمل هم. كان الشيخ ابن عربي رحمه الله تعالى بلغه وفاة أحد الذين يكفرونه ويرمونه بالزندقة ويتجرؤون عليه، فعكف على في محرابه، لا يقوم من المحراب إلا للصلاة في الجماعة ويرجع إلى محرابه يبكي ويذكر الله تعالى ويستغفر طلبا للمغفرة لهذا الذي مرت حياته وهو يؤذي ويتجرأ عليه ويكفره ويتكلم عليه. هذا مسلك، هذا في رحمة، في إحسان للآخرين، في حب للخير للآخرين، في دعاء للآخرين، في نية خير للآخرين، إنقاذ للآخرين، في هم بالآخرين. هذا شان، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وياكم الثبات عليه، يحققنا وياكم به، يرقينا وياكم فيه. لذا سؤال كان من تبعات أو من أثار أسئلة الدرس الماضي يقول نحن نفقد اليوم العالم المحقق المربي الذي نجلس بين يديه كما في الرعي الأول جلوس تلميذ بين يدي الشيخ. إن كنت تقصد الفقد، فقد الفرصة للجلوس إليه بالنسبة لك، فمن الممكن أن ينظر في هذا، أما فقده فلا، ما دام المصحف موجود لابد أن يكون في الأرض من يوصل أنوار هذا المصحف إلى الخلق. فالشيخ المربي موجود في كل زمان يوجد فيه كتاب الله، فإذا جاء الزمان الذي يصبح الناس فيه فيجدون المصاحف بيضاء والعياذ بالله من إدراك ذلك الزمان، ينتهي عندئذ وجود المربي. لأنه لا يتأتى ما دام القرآن موجودا أن يعطل وجود من يوصل نور القرآن إلى الخلق. طيب كيف الوصول إليه؟ مسألة ترجع إليك ليست إليه، الصدق. كان الإمام أحمد بن الحسن العطاس رحمه الله يقول إذا صدق المريد، لو صدق المريد لوجد شيخه على باب بيته. إذن قبل أن نعتب أو أن نستغرب أو أن ندعي عدم وجود من يمكن أن يدلنا على الله، فلنراجع صدقنا في طلب الوصول إلى الله. ولهذا يقول الإمام الحداد عند ذكر المشايخ قالوا عند التناصف ما ذهب إلا الصدق، وإلا الخير موجود، عندما نصدق نجد. صحيح قلت صور الأخذ والتلقي اليوم في الزمان، نعم قل بروز المربون، نعم قل بروز المربين. لما قل بروز المربين؟ لقلة صدق الطالبين، فرحمة بهم اخذفوا. فكلما قوي الصدق عند الطالبين كلما أبرز الله عز وجل للناس المربين. ما رأي الشارع في التفجيرات التي حصلت في مصر بريطانيا
ما تحتاج إلى كلام، هذا منكر لا يقره شرع ولا يقره عقل ولا تقره دعوة. فأما الشرع فالشرع لا يجيز قتل الأبرياء الذين لم يشاركوا في حرب المسلمين، هذا حرام لا شك فيه ولا ريب ولا محل الخلاف أصلا فيه، لا محل الخلاف فيه. أناس لا دخل لهم بالأذى ولم يتعرضوا بالأذى، بل على العكس هؤلاء البريطانيون الذين فجروا، خرج أهل لندن مليون خرجوا في مظاهرة ضد حرب العراق، ضد ما فعلته حكومتهم، كانت المكافأة لهم أن يفجروها. لو صح أن الذين يفعلون هذا من المسلمين فهي كارثة، لا يجوز، لا يجيزه الشارع ولا يجيزه العقل بهذه الطريقة. يعطون الذرائع لمن يريد أن يضرب المسلمين. الذين هدموا العمارتين البرجين في نيويورك، هدموا برجين في أمريكا، هدمت دولتين في العالم الإسلامي بسبب هدم برجين. ولا الدعوة تقول بهذا، لأن الأصل مهمتنا تجاه أولئك الدعوة، هؤلاء ليسوا بالحربيين، إن كانت دولهم حربية فهؤلاء ليسوا بحربيين، هؤلاء صلتنا بهم الدعوة إلى الله عز وجل. والناس تسلم الحمد لله في الغرب وفي الشرق، لا يتغرب شمس يوم إلا وهناك من يسلم في تلك الدول ويدخل إلى الإسلام من أهل تلك البلدان، فلا شك أن هذا لا يجوز. يسأل لماذا لا يكون هناك ترتيب لبعض الطلبة ينتقون ليربون تربية قيادية معينة في الدعوة، نسأل الله أن ييسر ذلك، يعين عليه. وهذا يعتب على قلة التواصل، لأن أنت تقولون حسن التواصل وما نجدكم ما نجلسه. نسأل الله أن يتداركنا في تقصيرنا، التقصير حاصل لا شك معترفين به، ونطلب العفو ونسأل الله المعونة. الأخير يذكر طلب إعادة ذكر الأسس الخمسة لأدوات البلاغ، يعاد ذكر الأسس الخمسة لأدوات البلاغ، انتقاء الأساليب واختيار الوسائل والبعد عن الإثارات وما يؤدي إلى السلبيات وقوة التواصل وحسن الترتيب. عيد، انتقاء الأساليب واختيار الوسائل والبعد عن الإثارات وما يؤدي إلى السلبيات وقوة التواصل وحسن الترتيب. نسأل الله عز وجل لنا ولكم كمال التوفيق. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعنهم عليه، وفقنا للخير وعنا عليه. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، فضلا وإحسانا وجودا وامتنانا. اللهم تب علينا والمسلمين جميعا توبة نصوحة، تطهرنا بها جسما وقلبا وروحا. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، واجعلنا من الدعاة إليك على بصيرة، ونور منا سريرة، واجعلنا من أهل الإقبال عليك والقبول لديك بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.